السلام عليكم طلبتنا الاعزاء، طلبة السنة الثانية ثانوي. اليوم رانا في الدرس رقم 3، الدرس الأول والدرس الثاني درناهم بمثابة مراجعة. اليوم بإذن الله الدرس الثالث هو بمثابة الدرس الأول في برنامج السنة الثانية ثانوي. درسنا اليوم بسيط، ماهوش حاجة صعيبة، هو تساوي دالتين. تساوي دالتين، على بالي أنه حاجة جديدة عليكم، أول مرة راح تتعرفوا على تساوي دالتين. إذن من خلال هذا الدرس راح نجاوبوا متى يمكن القول على أن دالتين متساويتين، يعني وقتاش نقول أنه دالتين متساويتين. ركزوا معي مليح. إذن مثلا تكون عندي دالة F لX وتكون عندي دالة G لX، القول عن على أن الدالة F تساوي الدالة G إذا كان متساويتان، راح نقول أن الدالة F تساوي الدالة G إذا تحقق شرطان. إذا كان، ركزوا معايا، إذا كان كاين شرطين لازم يتحققوا في زوج، معناها لو كان يتحقق شرط منهم برك لا ما نقولوش أن الدالتين متساويتين. إذا كان مجموعة تعريف الدالة F تساوي مجموعة تعريف الدالة G إذا كان لهما نفس مجموعة التعريف. مش هذا برك، كاين شرط آخر، ولازم تكون العبارة تاع الدالة F لX تساوي عبارة الدالة G لX، لازم الشرطين هذو يتحققوا. إذا تحقق الشرطين نقولوا أن الدالتين متساويتان، إذا تحقق الشرط برك ما نقولوش أن الدالتان متساويتان. متفاهمين؟ جيد. طبيعة الحال إذا ما تحققوش زوج شروط هذه باينة أن الدالتين غير متساويتين. باش ننصحكم تلاميذنا الأعزاء، باه تقدر يعني تتحكم في هذا الدرس كيما تحب، لازم تكون على بالك كيفاش نخرجوا مجموعة تعريف دالة. اللي على باله يقدر يكمل معايا هذا الفيديو عادي، اللي ينسى يقدر يتذكر من خلال دروس السنة أولى أولى ثانوي. راح نخلي لكم رابط الفيديو في التعليقات ولا تلقوه في الوصف. نكملوا. إذا راح نديروا عدة أمثلة، يقول لك مثلا أذكر تمرين ولا تطبيق مباشرة، يقول لك اذكر فيما يلي، راح نديروا عدة أمثلة. إذا كان الدالة F تساوي الدالة G. جيد، نبدأ بأول مثال، راني موجد لكم أمثلة متنوعة. إذا نبدأ بالدالة الأولى، عندي الدالة الأولى F لX، معذرة، F لX يساوي X مربع زائد 4X زائد 4 على x زائد 2. مليح. والدالة g تساوي x زائد 2. هذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية، كيفاش نعرفهم يا أستاذ متساويتان ولا لا؟ ركزوا معايا مليح مليح. يلا، أول حاجة تبدأ بها ديما هي مجموعة التعريف. خرج مجموعة تعريف الدالة الأولى وخرج مجموعة تعريف الدالة الثانية. لاحظوا انه راح نخرجوا دي اف، راح نخرجوا دي اف مجموعة تعريف الدالة اف. لاحظوا انه الدالة اف راهي دالة كسرية، راهي دالة كسرية. كي تكون دالة كسرية واش لازم؟ لازم المقام ما يساويش الصفر، لازم المقام ما يساويش الصفر. لذلك نقولوا باش تكون الدالة معرفة لازم مقام تاعها ما يساويش الصفر، معناها لازم اكس زائد 2 لا يساوي الصفر. ندو هذه الطرف الآخر، معناها x لازم لا يساوي ناقص 2. معناها مجموعة التعريف الدالة f وش هي؟ هي كل الأعداد الحقيقية ما عدا الناقص 2. هذه مجموعة تعريف الدالة f، كل الأعداد الحقيقية مقبولة ما عدا الناقص 2. لماذا؟ لأنه لو كان نعوض ناقص 2 هنا يعطيني الصفر، والصفر مستحيل يكون في المقام في مادة الرياضيات. متفاهمين؟ جيد. إذا هذه مجموعة تعريف الدالة F، نروحوا لمجموعة تعريف الدالة G. لاحظوا أن الدالة G ما عندهاش مشكل، ما عندهاش مقام وما هيش داخل الجذر. إذا واش غنقول؟ راح نقول أنها معرفة على R، معرفة على R. واش راني نلاحظ؟ لاحظ أنه DF لا يساوي DG، ما عندهمش نفس مجموعة التعريف. هي في الحقيقة هنا نحبس مباشرة، نستنتج أن الدالة F لا تساوي الدالة G بغير ما نكمل نقارن ما بين F لX وG لX. فاهمين؟ لكن أنا راح نكمل نبين لكم باللي كي يكون شرط واحد ما كانش نحبس، راح نكمل أنا، لكن انتوما ما تكملوش.
في التمرين ما تكملش. هاي نعلمكم كيفاش تنتقل من عباره الى اخرى. انا عندي باللي جي لي اكس يساوي اكس زائد 2، وعندي هذه اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 على اكس زائد 2. نحاول نكتب هذه كيما هذه، نحاول نكتب هذه كيما هذه. واش تقول؟ تقول انه اف لاكس يساوي، شفتوا هذه؟ هذه متطابقه بشهيره من شكل اكس مربع زائد 2 ابي زائد بي مربع، يعني ا مربع زائد 2 ابي زائد بي مربع، معناها هذه كامل تعطيني ا زائد بي الكل مربع. هذه متطابقه شهيره، نقسمها على اكس زائد 2. لاحظوا جيدا، هذه نقدر نكتبها مضروبه في نفسها، معناها اكس زائد 2 مضروبه في اكس زائد 2 على اكس زائد 2. نقدر نديرها بين قوسين، يروح هذا مع هذا، واش يبقى لي؟ تبقى لي اف لي اكس واش تساوي الاولاد؟ تساوي اكس زائد 2. واش لقينا؟ لقينا باللي اف لي اكس راهي نفسها جي لي اكس، معناها اف لي اكس اكس زائد 2 وجي لي اكس راهي اكس زائد 2. اف لي اكس يساوي جي لي اكس، ومع ذلك الدالتين غير متساويتين. لماذا؟ لانه لو كان يسقط شرط واحد صاي الدالتين غير متساويتان. اذا كملنا المثال الاول، نروحوا لمثال اخر. اذا الاولاد في المثال الثاني اعطاني اف لي اكس تساوي اكس ناقص 1 مربع زائد 3 على 2، وجي لي اكس هذه نسيت فقط تسميه، هذه راهي جي لي اكس تساوي اكس مربع ناقص اكس زائد 5 على 2. اذا راح نبينوا اذا كان هذو الدالتين متساويتين ولا لا. واش قلت لكم؟ اول حاجه روح خرج مجموع تعريف الداله الاولى، وروح خرج مجموع تعريف الداله الثانيه. مجموع تعريف الداله الاولى واش تروح دير؟ هل الداله عندها كسر، يعني عندها مقام فيه الاكس فيه المجهول ولا فيه المتغير؟ لا ما كانش. اذا هذه الداله راهي معرفه على ار. اذا ما كانش مقام فيه المتغير، اذا ما كانش جذر، معناه مباشرة نقول انه هذه الدالة كثير حدود، والدالة كثير حدود راح تكون معرفة على R. يعني هذه دي اف راهي تقبل مجموع ولا جميع الاعداد الحقيقية. لاحظوا هنا كيف كيف الدالة جي لي اكس ما عندهاش مقام، يعني ما عندهاش مقام فيه المتغير اكس، ما عندهاش جذر، لانه الجذر لازم الاعداد اللي تكون داخل جذر كامل اعداد موجبة. اذا هذه ايضا عبارة على كثير حدود، والكثير حدود يكون مباشرة معرف على R. اذا دي اف يساوي R ودي جي يساوي ايضا R. وش نلاحظ؟ نلاحظ انه مجموعة تعريف الدالة F تساوي مجموعة تعريف الدالة G. خلاص نقولوا باللي الدالتين متساويتين؟ لا، لازم نكمل. واش نكمل؟ نشوف هل عندهم نفس العبارة ولا لا. كيفاش نشوف استاذ؟ تبدا من عبارة توصل لأخرى، يا إما تبدا من هذه تروح لهذه، ولا تبدا من هذه تروح لهذه. تشوف شكون الأفضل، ولا شكون الممكنة. أنا نشوف باللي هذه ممكنة. لماذا؟ لأنه هذه متطابقة شهيرة، نبسطوها ممكن نوصلوا إلى هذه العبارة. إذا كان وصلنا للعبارة صاي نقول باللي الدالتين متساويتان، إذا ما وصلناش نقول الدالتين غير متساويتان. يلا ركزوا معي، عندي اف لي اكس واش تساوي؟ تساوي اكس ناقص 1 مربع زائد 3 على 2. هذه متطابقه شهيره. اذا اف لي اكس واش يساوي الاولاد؟ ا ناقص ب مربع يعطيني ا مربع ناقص 2 في ا في ب زائد ب مربع زائد 3 على 2. هذه خارج المتطابقة الشهيرة. نكمل التبسيط تاعي، عندي اف لي اكس تساوي اكس مربع ناقص 2 في اكس في 1 تعطيني ناقص 2 اكس زائد 1 مربع يعني 1 زائد 3 على 2. واش راح ندير؟ هذا عدد وهذا عدد، نقدر نجمعهم مع بعضهم بتوحيد المقامات. اذا هذا مقام 1 نضرب في 2 نضرب في 2. اذا اف لي اكس واش يساوي؟ اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 2 على 2 زائد 3 على 2، لجمع كسرين لهما نفس المقام نحتفظ بنفس المقام المشترك ونجمع البسطين، يعني تعطيني زائد 5 على 2. لاحظوا انه العباره اف لي اكس هي نفسها العباره جي لي اكس. اذا واش نقولوا؟ نقولوا مجموع التعريف نفسها، وحتى عباره الداله اف لي اكس
وصلنا إلى أنها نفسها عبارة الدالة جي لإكس. وش نستنتجو؟ نستنتج أن الدالة إف تساوي الدالة جي. علاش يا أستاذ؟ لأن تساوى فيهما مجموعة التعريف وتساوى عبارتي الدالتين. إذا هذا مثال، روحوا مثال آخر. الأولاد رانا مع المثال رقم 3، ركزوا معي جيدا. أعطاني إف لإكس تساوي 1 على إكس ناقص 1 على إكس زائد 2، هذه إف لإكس. جي لإكس تساوي 2 على إكس في إكس زائد 2. أول حاجة نروح نخرج مجموعة تعريف الدالة هذه ونخرج مجموعة تعريف الدالة هذه، إذا لقيتهم متساويين نواصل، ما لقيتهمش متساويين ما نوصلش. جيد، إذا نروح نخرجوا مجموعة تعريف الدالة إف، يعني خرجوا دي إف ماذا تساوي؟ واش قلنا؟ لاحظ إذا كانت دالة كسرية وكاين إكس في المقام، لازم هذاك المقام ما يساويش الصفر. إذا كانت دالة جذرية لازم داخل الجذر دائما يكون موجب. لاحظوا هنا أنه إكس موجود هنا وموجود هنا. معناها باش تكون دالة معرفة لازم إكس هذا لا يساوي الصفر، ولازم هذه ثاني كامل يعني إكس زائد 2 أيضا لا تساوي الصفر. فاهمين؟ هذه خلاص واضحة. أما هذه معناها إكس ماذا لا يساوي؟ ناقص 2. كاين قيمتين ماهيش معرفة عندهم الدالة، القيمة الأولى هي الصفر والقيمة الثانية هي ناقص 2. معناها الدالة F معرفة على جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر والناقص 2. ونقدر نكتبها بطريقة أخرى، الدالة تكون معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2، ومن بعد من ناقص 2 إلى الصفر مجال مفتوح، ومن بعد من الصفر إلى زائد ما لا نهاية. لكن هذه أبسط، هذه الكتابة أبسط. نجو للدالة G، كيف كيف نخرجوا لها مجموعة تعريف تاعها. إذا دي G نشوفوا مجموعة تعريف الدالة جي، أيضا عندها مقام فيه الإكس، قلنا المقام هذا لازم لا يساوي الصفر، إذا إكس لا إكس مضروب مقام كامل، إكس مضروب في إكس زائد 2 لازم ما يساويش الصفر. إذا باش ما يساويش الصفر لازم هذا، إذا هذه لازم يكون إكس هذا ما يساويش الصفر. واش نقوله؟ إذا كانت هذه في هذه تساوي الصفر، معناه هذا الذي يساوي الصفر ولا هذا الذي يساوي الصفر. إذا احنا نقولوا لازم إكس ما يساويش الصفر ولازم إكس زائد 2 ما يساويش الصفر. هذه مفروغ منها، هذه ندي الطرف الآخر تولي إكس لا يساوي ناقص 2. إذا كيف كيف نقولوا أن مجموعة دالة مجموعة تعريف هي كل الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر وناقص 2. فاهمين؟ هذه راهي نسميها إذا كان سوينا بالصفر نقول معادل جداء المعدوم. باش ما تساويش الصفر لازم هذا ما يساويش الصفر ولازم هذا ما يساويش الصفر. إذا كاين زوج قيم ما يكونوش في مجموعة التعريف باش تكون الدالة هذه معرفة. لاحظوا أنه مجموعة التعريف الدالة إف هي نفسها مجموعة الدالة جي. نقولوا أنه دي إف يساوي دي جي. صحيح؟ نقولوا بلي الدالتين متساويتين؟ لا، حتى نشوف هل العبارة تاع الدالة إف هي نفسها عبارة الدالة جي أو لا. لذلك راح نقوم بمجموعة من الخطوات باش ننتقلوا من دالة إلى دالة. هاي خليكم مركزين معايا، شوف معايا مليح. يا إما تنتقل من هذه الدالة لهذه الدالة ولا من هذه الدالة لهذه الدالة. أنا نشوف فيها أبسط أني نوحد المقامات ونطرح الدالتين بإذن الله راح نوصلوا لهذه الدالة. ركزوا معايا، ركزوا معايا مليح. عندي الدالة إف لإكس، شوفوا واش تساوي. تساوي 1 على إكس ناقص 1 على إكس زائد 2. هاي راح نوحد المقامات. في رأيكم في هذه الحالة كيفاش نوحد المقامات؟ مثلا شوفوا معايا، نقولوا 3 على 4 زائد 5 على 6. نقولوا نضرب هذا وهذا في 6 وهذا وهذا في 4، صح ولا لا؟ كيف كيف نضرب هذا، سن بعد شوية نضرب هذا كامل في x زائد 2 والبسط الثاني في x زائد 2. ثم الكسر الأول نضربه في مقام الثاني والكسر الثاني نضربه في مقام الأول، هذا نضربه في x وهذا نضربه كامل في x. سهلة، جيد نكمله. إذا f في x تساوي 1 في x زائد 2 تعطيني x زائد 2، x في x تعطيني x مربع، معذرة خلوها كما راهي، خلوها كما راهي،
نقول نحتفظ بنفس المقام المشترك اللي هو x في x زائد 2، نحتفظ بنفس المقام المشترك. انا علاش ما نشرتش؟ لاني حاب نخليها بهذه الطريقه، واضح؟ اها. ونطرح البسطين، البسط الاول هو x زائد 2 ناقص البسط الثاني 1 في x هو x. متفاهمين؟ واش تساوي x ناقص x يروحوا مع بعضهم، واش تبقى لي؟ تبقى لي 2 على x مضروبه في x زائد 2، وهي نفسها عباره الداله جي. عندي f لي x تساوي 2 على x في x زائد 2، وعندي g لي x تساوي 2 على x في x زائد 2. اذا عندهم نفس العباره، بعد التبسيط توصلنا الى انه عندهم نفس العباره. لذلك واش غنقولوا؟ نقولوا باللي عباره f لي x تساوي عباره g لي x. ومن هنا نستنتج ان الداله f تساوي الداله جي. علاش استاذ؟ لانه عندهم نفس مجموعة التعريف وعندهم نفس العباره. اذا نروحوا الى مثال رابع، وان رانا في المثال الرابع والاخير. علاش نوعوا في الامثله؟ لانه كل مثال نهز منه فكره تعاوني باذن الله في حل التمارين في الفروض والاختبارات. هكا وما تكفيش، لازم وحدك تزيد تحل مجموعه من الامثله. عندك ابل اكس تساوي 3 مضروبه في جذر اكس مربع ناقص 7، وجي اكس تساوي 3 اكس ناقص 7. قبل ما نبدا هذا المثال حبيت ننبهكم لحاجه، ركزوا معايا جيدا. لما يكون عندك، شوف معايا، يكون عندك قيمه مهما كانت هذه القيمه داخل جذر مربع، اذا كانت قيمه مربع داخل جذر، هذه تخرج بالقيمه المطلقه. ركزوا مليح، نقطة مهمة جدا، على بالي الطلبة راهم يخلطوا فيها. كاين حالة أخرى لما يكون الجذر x وفوقه مربع. كاين فرق ما بين هذه الحالة وهذه الحالة. لما يكون قيمة مربع ولا مجهول مربع وفوقه جذر، تخرج بالقيمة المطلقة. أما إذا كان مربع هو اللي فوق الجذر، هنا لا، تخرج بدون قيمة مطلقة. تفهمين؟ هذه سجلوها، هذه الملاحظة سجلوها وشفوا عليها، راح تحتاجوها بزاف. هاي نكمل معكم. إذا أول حاجة نروحوا كيف كيف نخرجوا مجموعة تعريف الدالة هذه ونخرجوا مجموعة تعريف الدالة هذه. نبدأ بالدالة اف، ولا معلش نبدأ بالدالة جي، هي البسيطة. الدالة جي كما راكم تلاحظوا هي عبارة على كثير حدود ما فيها لا مقام ما فيها جذر. إذا راح تكون معرفة على جميع الأعداد الحقيقية. نروحوا الآن إلى الدالة اف. الدالة اف واش رانا نلاحظوا الاولاد؟ لاحظوا ان الداله اف فيها جذر، كاين قيمه داخل جذر، قيمه داخل جذر مباشره، ما كانش مربع هنا. لو كان جات كاينه مربع هنا ممكن حاجه اخرى، لكن هنا قيمه داخل جذر. اذا القيمه اللي داخل جذر، انتم تعرفوا انه الجذر ما ينتجريش الاعداد السالبه، ما يقبلش اعداد سالبه. لذلك واش راح نقولوا؟ لازم يكون ما داخل جذر أكبر أو يساوي الصفر. إذا لازم ما داخل الجذر يكون أكبر أو يساوي الصفر. هذا مكان، هذا هو المشكل الوحيد، واضح؟ إذا ما دام قلنا إكس لازم يكون أكبر أو يساوي الصفر، معناها مجموع تعريف الدالة إف راح يكون من الصفر، صفر عادية، صفر أو تساوي، قلنا من الصفر إلى زائد ما لا نهاية. هذا هو مجموع تعريف الدالة إف. لذلك راح نقول أنه مجموعة تعريف الدالة اف لا تساوي مجموعة تعريف الدالة جي. نكمل بالنسبة ليك، لا ما تكملش. بالنسبة ليك انت كطالب خلاص هنا توقف، تقول انه اف لا يساوي جي. بس انا معليش حبيت نعمركم بالافكار، نزيد لكم افكار كيفاش دير دالة تساوي دالة اخرى. هاي كملوا معايا لاخر رمق. عندي اف ليكس تساوي، نحب ننتقل من هذه لهذه، هي نقدر ننتقل من هذه لهذه. جيد، واش راح ندير؟ نحي الجذر، التربيع مع الجذر. راح التربيع مع الجذر، واش قلت لكم؟ إذا كان المربع الداخل تخرج بالقيمة المطلقة، إذا كان المربع هو اللي فوق الجذر تخرج بدون قيمة مطلقة. معناه هنا عندي f لx، شوفوا معايا، تساوي 3 في جذر x مربع ناقص 7. قلنا ما دام المربع فوق الجذر، أوب، إذا f لx واش تساوي؟ تساوي 3x ناقص 7. لو كان جا مربع داخل لا، تخرج بالقيمة المطلقة. إذا وصلنا إلى أنه f لx يساوي g لx. لكن للأسف مجموعة تعريف مش كيف كيف، راح نقولوا الدالتين غير متساويتين. إذا f لx لا يساوي g لx. هنا وصلنا لنهاية درس اليوم، إن شاء الله نكونوا أفدناكم ولو بالقليل. دائما نقول إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.